ولكي تكتمل صورة المشهد العام، شهدت زيارة الأربعين هذا العام توافدا صحفيا من دول عربية وأجنبية من أجل توثيق زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وأشادوا بالاستقرار الذي يشهده العراق أمنيا وبالتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب. زميلنا حسن الرسام التقى عددا من الوفود وأجرى معهم عدة لقاءات. أنا أكثر شيء أكتب مقالات بحثية، ف أنا زرت العراق فقط لكي أفهم الوضع، كيف ماذا يحدث في العراق، كيف تغير العراق من الماضي إلى الحالي إلى الوضع الحالي. هي أول زيارة لي إلى العراق، فلذلك أنا جئت إلى هنا لكي أفهم الوضع، لكي أفهم كيف يعيش المواطنون، كيف يعيش، كيف ما هو الوضع بشكل عام. كيف رأيك الوضع؟ الوضع هو مستقر، لا يوجد مشاكل أمنية، يعني العراق الآن يحاول الذهاب إلى الأمام بما يخص إيجاد طرق لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية، فبكل تأكيد هذه الخطوات هي مهمة، لأن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام حتى دول المجاورة للعراق تعاني من أزمات، تعاني من مشاكل، فبكل تأكيد يعني الآن الوضع أفضل من ما كان عليه في السابق عندما كان تنظيم داعش موجود في مناطق مختلفة في العراق، القاعدة، وكانت هناك تفجيرات وكانت هناك حرب، ف يعني الوضع الآن أصبح أكثر استقرارا وهناك إمكانية حتى لزيارة أجانب ومواطنين دول أخرى إلى العراق. نعم بالطبع، أنا اسمي إيلين كولتشال، صحفية فرنسية وأعيش في اسطنبول تركيا. كربلاء خاصة زيارة الأربعين. How you see Karbala as and this is first time for you to visit Karbala? إنها المرة الأولى لزيارة كربلاء وهذا اليوم الأول، وقد مشينا وقد رأينا الآلاف من الأشخاص يسيرون نحو كربلاء باتجاه الإمام الحسين، وبالنسبة لي كانت جدا أجواء جميلة وجدا حماسية، وقد صادفت أشخاص طيبون وأنا مصورة وقد رأيت وجوههم جميلة جدا وطيبون، وأنهم يسيرون باتجاه الإمام الحسين، وأنه أفضل شيء رأيته في حياتي. لا بصراحة هذه أول مرة أتوجه فيها لزيارة الأربعين، أربعين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وبصراحة تجربة استثنائية، تجربة فريدة من نوعها. ربما لدي ندم اليوم، أشعر بالندم على كل السنوات التي فاتتني دون أن أعيش وأخذ يعني أشارك هذه التجربة مع الأخوة العراقيين بكل كرمهم وبكل حبهم وبكل تفانيهم في حب أهل البيت عليه الصلاة والسلام وحب زوار أبا عبد الله الحسين. كيف يعني راح تنقلين الصورة، من أي جانب راح تسلطين الضوء على الزيارة؟ بدي سلط الضوء بالدرجة الأولى على التقصير الإعلامي الفظيع الذي يعني ربما عندما تقوم بطريق المشاية بطريق العشق يستوقفك الكثير من المشاهد، تتساءل، يتبادر إلى ذهنك الكثير من التساؤلات، لماذا لا تعكس هذه الصورة، لماذا لا تعكس هذه التجربة إلى كل العالم، لماذا لا نرى كل العالم يرى هذه التجربة، هذه الأربعينية، هذه المسيرة الأضخم في تاريخ البشرية.